السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي لغات. النهاردة بإذن الله جايبين لكم طريقة سهلة وبسيطة لـ How to divide any number by two digit numbers. كلنا طبعا عارفين إن الديفيجن مشكلة صعبة جدا وبتقابلنا، وبنحاول إن احنا نشوف افضل الطرق ان احنا نحاول نحل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. النهاردة جايب لكم طريقة اتمنى انها تعجبكم. طيب اولا هنا 144 divided by 12. اول حاجة نبتدي بال1، نقول 1 divided 12 can't be because 1 is smaller than 12 so we put 0 up. اوكي، بناخد ال 14 وبنقول divided 12. طيب عشان نعمل 14 divided 12 اول حاجة هتحط circle عند ال 4، اول digit هنا واول digit هنا، يبقى احنا كأننا خبينا بايدينا اول digit من ال 14 واول digit من ال 12. بعد كده هنقول 1 divided by 1 equals 1. 1 divided by 1 equals 1. يبقى نبتدي نعمل ايه؟ الشكل ده. ونحط هنا 1. يبقى 1 divided by 1 equals 1. نرجع نعمل multiply. لل 1 اللي طلعناها دي multiply 12. 1 multiply 12. 1 multiply any number equals the same number. ال 12 اللي طلعت دي smaller than 14 يبقى تنفع، يبقى نحط ال 12 هنا ونحط ال 1 اللي طلعناها فوق ال 4، وبعد كده نعمل subtraction. 4 minus 2 equals 2. 1 minus 1 equals 0. نرجع نقول ال 2 divided by 12 can't be so we bring down 4. يبقى هنا 42. هنرجع نكرر الخطوة اللي عملناها تاني، هنقول 42 divided by 12، هنكنسل أول digit مع أول digit ونقول 2 divided by 1 equals 2. حط ال 2 هنا. 2 times 2 equals 4. 2 times 1 equals 2. 24 هي نفسها ال 24، يبقى نفعت معايا، يبقى هحط ال 2 فوق وهعمل subtraction، يبقى 4 minus 4 equal 0 و 2 minus 2 equal 0. خلصت المسألة بتاعتي بكل بساطة. طيب نيجي هنا هنقول 403 divided by 13. 4 divided by 13 can't be، يبقى put 0 up. ناخد ال 40، حط خط تحت الزيرو وخط تحت الثري، يبقى كأننا خبينا الزيرو وخبينا الثري. بعد كده هنقول 4 divided by 1 equals 4، يبقى نكتب الفور هنا ونبتدي نعمل multiply الأول. 4 multiply 3 equals 12 2 and we have 1. 4 multiply 1 equals 4 and we have 1 equals 5. ال 52 هنا بقى نركز، ال 52 هنا طلعت اكبر من ال 40، يبقى ال 4 هنا مش هتنفع معايا، يبقى انزل بال 4 اخليها كام؟ 3. ونرجع نعمل multiply. 3 multiply 3 equals 9 و 3 multiply 1 equals 3. ال 39 طلعت اصغر يبقى تنفع، ونحط ال 3 فوق. تمام كده؟ ونعمل subtraction. 40 minus 39 equals 1. ال 1 divided 13 can't be so we bring down 3. Bring down 3. 13 divided 13. Any number divided itself equals 1. يبقى نحط ال 1 هنا ونرجع نعمل multiply و subtraction. ماشي؟ يبقى 0 0. سهلة جدا يا جماعة. 1 divided 14 can't be put 0 up. 16 divided 14. 16 أكبر من ال 14.
تنفع، يبقى نكنسل ال 6 مع ال 4. 1 divided 1 equals 1، وبعدين نعمل multiply 1 multiply 14 equals 14. ال 14 أصغر من ال 16 يبقى ال 1 نفعت معايا. نحط ال 14 هنا وما ننساش نحط ال 1 فوق، ونعمل minus 6 minus 4 equals 2. 1 minus 1 equals 0، يبقى هنا 2 divided 14 can't be، يبقى هنعمل bring down لمين؟ لل 8. 28 divided 14 هنا هنرجع تاني للخطوة بتاعتنا، هنكنسل 8 مع 4 ونعمل 2 divided 1 equals 2. 2 times 4 equals 8. 2 times 1 equals 2. طلعت 28 equals 28، يبقى نحط ال 28 هنا ونحط ال 2 فوق ونعمل subtraction، نعمل minus تطلع ايه؟ 0 0. سهلة جدا جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة صعبة، أهم حاجة إن احنا نتدرب عليها كتير. طيب تعالوا كده نشوف إكزامبل تاني. طبعا يا جماعة أي طريقة بناخدها جديدة بتبان إنها صعبة، لكن مع كتر الحل والتدريب عليها هنقدر ان احنا نتعود على الطريقة. طيب هنا بيقول لي 550 divided by 25 divided by 25. نفس الطريقة هناخد، هنقول ان ال 5 divided 25 can't be put 0 up. ناخد ال 55 نخبي ال 5 بايدينا مع ال 5 دي، او نحط خط تحت ال 5 مع ال 5، يبقى ال first digit هنا وال first digit هنا. بعد كده هنقول 5 divided 2. 5 divided 2 تمام، ال 5 مش في table 2، يبقى نقلل ال 5 دي نخليها 4، تبقى 4 divided 2 equals 2 equals 2. ونبتدي نعمل الشكل بتاعنا اللي بنعمله، نرجع نقول 2 times 5 equals 10 0 and we have 1. 2 times 2 equals 4 and we have 1 equals 5. ال 5 هنا smaller than ال 55، يبقى تنفع معايا وال 2 up. ونبتدي نعمل subtraction 5 minus 0 equals 5 و 5 minus 5 equals 0. هنا ال 5 divided 25 can't be، يبقى نعمل bring down لمين؟ للزيرو. طيب 50 divided 25 ايه ده؟ ده هنا ال 50 موجودة مش محتاج اعمل لها الخطوة، يبقى هنا احط 50 وارجع اكتب فوق 2 وارجع اعمل minus 0 0. سهلة جدا، فيهاش اي حاجة، فياريت نتدرب عليها كتير. ناخد اكزامبل تاني. divided by 29. نعمل الشكل بتاعنا اللي بنعمله تمام، ونبتدي نشوف 3 divided 29 can't be put 0 up. 34 divided 29 نحط خط تحت ال 4 وخط تحت ال 9، يبقى هنا كأني بكنسل أول ديجيت من ال 34 وأول ديجيت من ال 29. طيب 3 divided by 2. 3 divided by 2 ال 3 odd number وال 2 even number، يبقى ما ينفعش اعمل division ل odd number by even number، يبقى هنصغر ال 3 نخليها 2. 2 divided by 2 equals 1. نرجع نعمل multiply 1 multiply 9 equals 9 و 1 multiply 2 equals 2. فعلا ال 29 أصغر من ال 34، يبقى نكتبها هنا وما ننساش نكتب مين فوق ال 1. نعمل subtraction 4 minus 9 can't be، يبقى ال 4 هتبقى 14 وال 3 هتبقى 2.
14 minus 9 equals 5 و 2 minus 2 equals 0. نيجي نعمل هنا 5 divided by 29 can't be. يبقى هنعمل bring down لل 8. هنرجع نعمل نفس الطريقة، هنخبي ال 8 وهنخبي ال 9 ونرجع نقول 5 divided by 2. ال 5 odd number يبقى ننزل بال 5 نخليها 4. 4 divided by 2 equals 2. ونرجع بعد كده نعمل multiply. 2 multiply 9 equals 18. 8 and we have 1. 2 multiply 2 equals 4 and we have 1 equals 5. 55 طلعت وهنا 55 الاثنين equals. يبقى نعمل minus 0 0 وهنا هيبقى فوق 2. يبقى سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة. نحاول إن احنا نتدرب عليها كتير وتابعوني عشان إن أنا هننزل فيديوهات كتير جدا 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 إزاي نتدرب على المالتيبليكيشن باي 2 ديجيت، إزاي نتدرب على المالتيبليكيشن باي 2 ديجيت. ناخد إكزامبل تاني. 496 divided by 16. 496 divided by 16. 4 divided 16 can't be. Put 0 up. 49. هنحط line صغير تحت ال 9 وline صغير تحت ال 6. 4 divided by 1. طبعا نعمل الشكل بتاعنا اللي احنا بنعمله. 4 divided by 1. Any number divided by 1 equals the same number equals 4. ونرجع نعمل multiply. 4 multiply 6 equals 24. 4 and we have 2. 4 multiply 1 equals 4 and we have 2 يبقى 6. ال 64 هنا ما تنفعش مع ال 49 لأنها أكبر منها. يبقى نصغر ال 4 دي نخليها كام؟ 3. ونرجع نعمل multiply. 3 multiply 6 equals 18. 8 and we have 1. 3 multiply 1 equals 3 and we have 1 equals 4. ال 48 أصغر من ال 49 يبقى نفعت معايا ال 3. نحط 3 فوق ونحط هنا 48 ونبتدي نعمل subtraction. 9 minus 8 equals 1. 4 minus 4 equals 0. هنا 1 divided by 16 can't be. We bring down 6. 16 divided by 16 equals 1. ونكتب ال 16 تاني ونعمل subtraction 0 0. أتمنى الطريقة تعجبكم وتابعوني عشان هنبتدي نتدرب على حل مسائل كتير جدا 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 في division by 4. تحياتي لكم مستر هشام اسماعيل. ما ننساش نعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب وعلى البيج بتاعتنا ايديو ستيج اكاديمي، و شير الفيديو مع كل اصحابنا عشان الكل يستفيد. ولو في اي تعليقات على الفيديو ياريت تبعتولي. شكرا وتحياتي لكم مستر هشام اسماعيل.